إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. الناس المحترمة اللي ساكنة في شقة بربع مليون جنيه ولا نص مليون جنيه وركب عربية بمئة ألف جنيه ولا مئتين ألف جنيه، الناس دول أحياناً كتيرة يعملوا ديكور في بيتهم، تطلع في دماغهم يغيروا الحمام مثلاً أو المطبخ أو الاتنين سوا. يكون الحمام أصلاً إشاني، يقولوا لأ الإشاني موضة قديمة وبطلت وراحت عليها، عايزين يعملوا سيراميك أو رخام بس، يبتدوا يهدوا الحمام القديم. اتهد الحمام القديم يبتدوا العمال يشيلوا الإشاني المكسر والطوب والبلاوي اللي طلعت من الحمام القديم. العمال يسألوا اللي بيعملوا الديكور، هنودي الطوب والإشاني المكسر ده فين؟ في الشارع طبعا، يرموا الردش والطوب في أي مكان يا أستاذ، ومش مهم بقى الزبالة تضايق الناس وتبهدل الشوارع وتنشر التلوث والأمراض. تسأل الناس دول، انتوا كلفتوا الحمام والمطبخ 20,000 جنيه ولا 15,000، ودلوقتي بخلانين ب15 جنيه تنقلوا بيها بقايا الهدم؟ ما يردوش طبعا، مش هيردوا يا أستاذ فؤاد للأسف، ولو ردوا هيقولوا واحنا مالنا، ما كل الناس بتعمل كده، هي جت علينا احنا يعني. للأسف في ناس أنانية عايشة كأنها عايشة لوحدها، إهمال ولا مبالاة وعدم احترام للجار أو للطريق العام. يجي زبال عايز 10 جنيه ولا 5 جنيه علشان يشيل الزبالة، يقولوا له ما عندناش زبالة. الزبال يستعجب يسأل روحه، في حد ما عندوش زبالة؟ طبعا ما فيش حد. المشكلة كلها ايه؟ المشكلة انهم ناس بخلة ما عندهمش ضمير، مستخسرين يدفعوا فلوس الزبالة، وتلاقي الواحد منهم بيتسحب بالليل ويخرج برا بيته ويرمي الزبالة في اي مكان في الشارع. المشكلة ان البني ادم ده مش عارف معنى اللي بيعمله ده ايه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الزبالة بدل ما تتشال تروح لمكان بعيد علشان تتعالج او تتحرق بتتوزع على الشارع. معنى ده ببساطة ان احنا بنوزع الامراض والاوجاع على الناس. والله يا استاذ انا اعرف ناس محترمة ساكنة في مناطق شعبية بيشتركوا مع بعض وعاملين زي جمعية صغيرة لنظافة الحي بتاعهم. الناس الواعية اللي خايفة على بلدها ما بتستناش المحافظة تشيل زبالتها، هم اللي بيتعاونوا وبيحافظوا على بيئتهم نظيفة. دي مصر هتستضيف السنة دي قمة عالمية لحماية المناخ والبيئة، وإذا ما كناش إحنا نضرب المثل أمال مين اللي هيعمل كده؟ مش كده؟ ولا نقول كمان اتبرع لأبناء مصر من الأيتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.